اسمح لي التنمية الرقمية. أيها الحضور الكريم، في الحقيقة هذا المشروع هو جزء من مشروع، هذه المشاريع الثلاثة هي جزء من مشروع كبير نحاول من خلاله رقمنة خدمات وزارة العدل لتجويد العلاقة مع المتقاضين وتعزيز التواصل الإلكتروني وضمان حكمة المعلومة وتقوية البنية التحتية المعلوماتية وتعزيز قانون النظم والمعلومات بالإدارة القضائية. هذا اللقاء اليوم كان لقاء بحضور السيد رئيس المنتدى والسيد الوكيل العام، السيد المدير العام للمحافظة، السيد رئيس وكالة المحافظة العقارية، والسيد تنمية الوكالة الرقمية، وكذلك مجموعة من شخصيات ومن رؤساء المؤسسات أعلن فيها بداية الأعمال الرقمية التي ستسهل ولوج المواطنين إلى العدالة وإلى خدمات الإدارة القضائية، ومنها أولا موضوع الشكايات، تقديم الشكاية من خلال المنصة وتتبعها وتتبع مآلها. ثانيا تقديم طلب العفو من خلال المنصة وكذلك الإفراج المقيد وتتبعها إلى حين صدور القرار النهائي. والموضوع الثالث وهو تقديم الخدمات ديال تتبع الملفات ديال كل مواطن على رقم هاتفه للاطلاع على مآل الملف والمصير ديالو وما صدرت من الأحكام وما تمت فيه من إجراءات وما تم أداؤه من مبالغ، ويصبح كل مواطن يمكن يتبع ملفه من خلال الهاتف النقال لمعرفة الملف ديالو. هذا انفتاح من نوع من الشفافية بين السلطة القضائية والإدارة القضائية والمواطنين، وسيسهل كثيرا هذه الخدمات عن بعد بما يحد قليل كثيرا من الاكتظاظ، ولكن كذلك سيسهل تقديم هذه الخدمات ويقربها من المواطنين. شرفت اليوم رفقة السيد وزير العدل باش نديروا انطلاقة رسمية لخدمات رقمية مهمة في مجال العدالة، خدمات رقمية اللي الهدف ديالها هو تحسين العلاقة ما بين منظومة العدالة والمرتفقين المواطنين وليزونتربريز. الهدف ديالها هو ايضا تقليص امد المعالجه ونقصوا عليهم العبء ديال انهم يتنقلوا. وزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره واكبت وزاره العدل عن قرب في تطوير هذه الخدمات الالكترونيه، لان هذا الشيء تيجي ضمن واحد المنظوره لاننا يتم رقمنه الخدمات الرقميه باش نحسنوا الخدمات للمواطنين، وهذا الشيء تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية اللي دعا لتحسين علاقات الإدارة بالمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.